توقفنا المرة اللي فاتت جيمرز اند جنتلمان عند هذه النقطة من اللعبة في مهمة المحتجز. طبعا شايفين المهمة فوق على الشمال مكتوبة بالأورنج أو بالبرتقالي. معاكم أحمد بهجت مقاط فرجني وفيديو جديد ومزيد من لعبة جوست وار توكيو فيديو رقم 6 ونشوف اللي هيحصل معانا في تكملة هذه الميشن الرئيسية. ما تنسوش يا جماعة اللايكات العفيفة بتاعتكم وتشتركوا مش مشتركين ونكمل هذه اللعبة لطيفة ونحاول نخلصها في أقرب وقت ممكن عشان نقدر بقى بعد كده نكمل بقية الألعاب الشيقة اللي عندي اللي كنت عاملها في البول أو الاستفتاء. وهي بقى نستأنف وضعنا. طيب الالعاب الاستفتاء طبعا ما كانتش فاكرها، كنت بتكلم على لعبه داينج لايت وبتكلم على لعبه ايد رينج. طبعا لعبتين عظمه، انا مش عارف ليه بس طبعا الالعاب الجديده بتنزل بتفرض نفسها، ولعبه لو خفيفه لطيفه صغيره زي اللعبه دي ممكن ابقى اخلص الالعاب الصغيره دي الاول وبعد كده اخش في الالعاب الكبيره بقى اخش فيها وقت ناخد فيها راحتنا. انا ملاحظ ان في ناس كتير يوتيوبرز يعني استفادوا في لعبة جلد رينج وبرضو نفس لعبة داينج لايت. ما اعتقدش في حد استفاد فيها كتير بس هي لعبة جميلة تستحق الاستفادة بصراحة، وفي يوتيوبرز كتير اجانب عملوا فيها ايستر اكس كلها. عموما خلينا نشوف اللعبة ممكن توصلنا غاد ايه. مكاشي و شراناي كرا نانتو مو ييناي يو غاكي توا هناشي ناباني كرا كومار يو. صعب التحدث الصغير في كلبة اللي جابك هنا يا ابني. استخدم البس بسرعة كده. مو دايجوب دايو. تعال. عندك حاجة أفكار؟ يا ابني. نديله كلام. نديله أكل. وتابه. أواتزني تابنا. لازم يقولوا تخش بسرعة. إيه؟ أحفر. شوف حفر البلاط وطلع لي ذهب سبحان الله. طيب هو كان قال لي ممكن نطلع فوق عن طريق الاسانسير اللي عندي، بس خلينا نستكشف هذا المكان. انت عايز تقول حاجه يا ابني تاني؟ بس بسرعه كده نمشي. بيت هيم. طيب مش عايز تقولها، المفروض يبقى في حاجه بيقولها او حاجه. لا خلاص خدها بقى افكاره الاول قبل ما ايه، قبل ما اكله. بابا بابا بابا. ننزل نتسلل، ده في حبة قاعدين حلوين. ناخد ايه؟ ناخد متهيألي الأسهم جامدة. لا معرفش النار هتأثر، الكهرباء هتأثر فيهم ولا لأ، بس خلينا ناخد النار. خد النار قوية جدا بصراحة. خلينا نحاول نتسلل كده. شافوني حبايبي. قبل ما توصل الكرات. ايوه ابعد عنهم بسرعه كده. طب تعالى نجرب الرياح برضو، الرياح عملت فيها ابجريد. دي انتهت ليه؟ لا ده الميه. اجري. طيب ايوه كده، ايوه كده. ايه ده؟ ما جاتش ليه؟ ده الرينج بتاعها صغير قوي. ماشي. هما ليه بيجروا بسرعه كده؟ وبعدين ولادي مش ماتت؟ دي عايزه لونج رينج يا جماعه، نديها الوين. هنا كده اهو. بسرعة ايوه. بس. ماتت؟ لا. في اليفيتور. تعالى بس نضرب البتاع دي نضيع من عليها البتاع. ايوه. ارواح اشباح احمدك يا رب. في تاني ولا خلاص؟ الفيتر ده بيودي فين يا جماعه؟ خلينا نكتشف الاول قبل ما نكمل المكان ده. كان ممكن اختصر الطريق. ده في ارواح هنا وفي حاجات.
طب انزل والله يلا ما انزلش، بس المشكله لو نزلت اطلع منين؟ سؤال مهم جدا بصراحه. من هنا. طب يلا تعالى ناخد دي. راحت لا راح ولا ايه؟ مش ماتت دي؟ ايه ده هما الاثنين مع بعض، عظمه والله. بحرر بقى الروح دي، لسه في حد ورايا. في ناس على الشمال كمان. ايه ده الله ما جاتش فيها ليه؟ انا هاخد النار عشان النار هتقطف في الجيم معايا. في كمان ننقذ بقى راح ولا خلاص؟ انت يعني مش تنايد اروح. هي راحت خلاص واحده، خد بس الحاجات بتاعتنا دي. ودي خلاص الارواح دي راحت عليا، بلعت بعتوها. anyway خلينا ناخد بقى نعبي شويه اللايف بتاعتنا حاجات. حاجة تانية نطلع بقى للشيء اللي فوق ده. تعالى يا باشا. ده المكان اللي انا كنت هطلعه في اليفيتور. ده اليفيتور ده كان ياخدني. تعالى يا ربي بالوحده. هو بيتأمل كده. انا ما كنتش عايز اسحب الارواح له، بس هو كويس ما انتبهش يعني. شكله جامد، هو بيتفشخ كده يا جماعه. طيب انا معايا قد ايه كاشيرو؟ 5 من 17. لا لسه بدري. اديني دور كده ده. فيش حد فعلا؟ ويدنا مش كان ممكن نطلع على طول، بس انا حبيت اخد الطريق الطويل عشان ناخد شويه بنفيتس من قتل الناس، قتل الزوار. تعالى يا باشا. كنا نطلع له ازاي؟ نعمل كده وكده. طيب حلو الفيو يا جماعه، بس مش احسن حاجه يعني. هو فيو واقعي شويه والتفاصيل مش كتير قوي، مش زي سبايدر مان مثلا، ومش زي، بس حلو برضه ستيل يعني. جو طوكيو والليل بتاع طوكيو، اللعبه دي كلها بالليل. ها النار ما بيطلعش خالص يعني، القمر على طول محمر كده في وسط السماء، ما فيهاش تعقب ليه ونار خالص. الفكره غير مطروحه. اديني اسهم محتاجها. في حاجات هنا صح؟ في لايفز. في ظهرك ولا بوش روح هناك بقى، روح هناك. دي ظهرك بقى، وفيها روح اشباح بتطير برضو. بتهيألي اشباح بتطير دي هي اهم حاجه تارجتها. تعالوا كده.
بسرعة بسرعة بسرعة. هوب بسرعة كده. طب المهم انتبهوا بقى، كل انا خلصت عليكم. نجرب فيهم ال ده ده ما جاتش. مش بيموت ليه؟ مات؟ طيب يا ابن لذينة. هو رغم انه بعيد جدا بس جبته بسرعة يعني. الحمد لله. عوض بعوض. دي يا ابني الارواح دي. دي اكيد فيها بقرة. مفيهاش بقر. بطهرة منين دي؟ من هنا ايه. تيجي فيها دي؟ لا من الناحية التانية لازم. وطبعا واضح مفيش دخول من هنا. كده عشان نوصل للمشا الرئيسية يا جماعة فوق. upstairs. الرؤية الطيفية. هو في شباب هنا. تعال نتسحب له شوية. أيوة. أوعى تلف. حلو. انا وصلت ارتفاع شاهق يا جماعه. طبعا مفيش سبيل هنا، مفيش اي طريق، هو حرست او ديد اند. مفيش حاجه خالص هنا. سوكوني ناني كارزو يوجا شاي هناك. ايه ده؟ هو ده مسبحة العاصفة اللي هي السبحة يعني. معلومات: فتح تبويب مسبحة التعزيز في قائمة المستودع. أولا لنحاول تجهز مجموعة مسبحة التعزيز الذي عثرت عليها للتو. ماشي. إيه ده بقى مسبحة التعزيز دي؟ دليل عناصر التحكم. ماشي. التجهيز بتعمل قوة هجوم عنصرية رياحية بلس 20%. صار ده إيه؟ ماشي. なかなか似合うじゃねえか. طيب متشكرين يا عم. هو اكيد طالما اداني دي هو عايز استعمل الرياح، يعني مش محتاجه حاجه يعني. يوشي ماتشي وشربت ميو سوغان كيو غارو ارا دي ميتي ميرو كا. منظار سياحي. استخدم منظار السياحه لتفحص المنطقه. ايتس ساكي ميوشي ناتا ياتس دا. ده بيبص لي ولا كانه بيبص لي؟ ار2 ال2. طب انا بكبر وصغر مش راضي. ده نزل تحت. شيكاني اوريت ايتا نا سوكو ني ياتسرا نو كيوتن غا ارو نو كامو نان كاي مو نيغاشيتي تامارو كا يو. اوزو اوزو قد نطير بقى ولا ايه؟ المفروض اطير بس ما ينفعش ابص تاني. كنت فاكر استكشف المدينة وافتح ضباب وحاجات. الحتة دي اكيد فيها ضباب يعني يا جماعة، مش هينفع اروح كده على طول. خلاص نطلع نجيب اخر المكان. بس كده ده مطلوب مني، اطلع لغاية هنا وابص في المنظر بس. هو الطريق لحد النقطة نفسها فيه اكشن كتير بيحصل وحاجات بقابلها وقفزات هقفزها. بس انا مش فاكر انا كنت بصيت فين بالظبط. خلينا نشوف كده الخريطة. القمر القرمزي اطلع لي اتنين ميشن اهو. دي الحته اللي كنت جاي منها يا جماعه تقريبا، الحته دي. تعال نشوف القمر القرمزي ونشوف دي كمان بالمره يعني قبل ما نكمل في الميشن. تعال نروح هنا. الميشن هنا. طيب احنا مشينا جزء من الميشن، خلينا نخلص الاتنين الجانبيين دول وايه ونكمل في الميشن على طول. ليتس جو.
كانش ينفع تكمل حتة صغيرة؟ في حد قريب هنا؟ اوكي مش واضح في طريق ممكن اطلع من هنا. معبي بس شوية حاجات. طلع منين دي؟ من هنا بقى كده. اطلع يا ابني. ايوه برافو عليك. شعور حلو يا جماعه صوت الكاشير ده يا جماعه. كوينات وهي عماله تتخبط كده. لطيف. امراه يا جماعه قطعه قماش. مو ايكي وا شيتي ناي دارو. اه هون دا. شيروي نو كا. نان دارو. 霊に干渉できるってことはただの布じゃないな。お願いだからなんとかしてよ。見えないと、また襲われちゃうわ。襲われたって死ぬことはねえと思うぞ。けど調べてみる必要はありそうだな。 طب نتحقق. إيتان مومين؟ نمسك بالإيتان مومين؟ فين اللي تم ومين دي بقى ليها فين؟ يعني مش دي يا جماعه المنطقه اللي انا عملت فيها الفايت الاولاني تقريبا؟ ناخد الحاجات دي ندور على تم ومين. هي نفس المنطقة اللي كنت فيها يا جماعة. هي دي؟ لو ممكنك حمل المزيد؟ أنا مش عارف إيه دي بالظبط أصلا. أنا سامع صوت جاي من هنا يا جماعة. كنتش هنا؟ المشكلة لو نزلت هنا هعرف أطلع تاني ولا لأ؟ سؤال بيطرح نفسه أرضا. طب نجرب الرؤية الطيفية. وطبعا المكان ده واضح لمليان غنيمة أو غنائم. وفي حاجة عمالة تعمل صوت هنا. هو ده هو ده. نمسكه ازاي ده بقى؟ أعمل ايه؟ تعال نجرب كده. نجرب نضرب عليه نار مثلا. ولا بتأثر فيه. هتوديني فين انت؟頭を打ったみたいだな。捕まえるぞ。 هو اهبل كده يعني مسكته خبط راسه فمسكته يعني. هو بس بهدلني عشان اعرف اوصل للولاية تاني بقى. هطلع ازاي بقى تاني؟ ده في الكائن ده ممكن اطلع عليه صح؟ تعالى يا باشا. الحمد لله. المفروض نطلع الولاية ولا خلاص كده؟ تاني خلاص هو ميشن خلصت يعني. ما قاليش ارجع للولاية تاني ولا حاجة. في عندنا ميشن تانية؟ تعال نروح نشوف دي برضه سريع كده. ده جيم ده ولا ايه؟ ده مطرح ما قابلت البوس فايت اللي فات. الشخصية أم كرش الكبيرة جدا جدا. ممكن ننزل منين؟
هو 87 متر المفروض ننزل تحت تقريبا. ممكن نحاول ننزل من هنا. هاتي بسرعة. هني وين أي كازدنا؟ أنا مش بقرب غالبا. اجري يا ابني. ممكن ننزلهم هنا؟ اه في كام بيطير اهو، تعالى كام. طيب هنا. هنا. هننزل تحت خالص تاني. ماشي ايه المشكلة؟ دمشها في التليفون شخصية. エドだ。またボイスレコーダーだな。今の渋谷の状況を確認したい。あの奇妙な月を調べてくれないか。これはとても重要なことなんだ。データは複数欲しい。いくつかのポイントでデータを取ってくれ。必要なものは準備しておいた。後ろのロッカー252だ。では頼んだ。252. ものすごく一方通行な会話だったね。いつものことだ。けど、あいつが重要だって言うんだ。調べてみるか。في الخزنة 252 دي. القمر القرمزي. まずはロッカーにあるものを回収しよう。في الخزنة يا جماعة. だったね。あ、دي. なんだろうこれ。ま、ただしょ、目に測装置だろうな。腕につけてみろ。ブラッカブといえば。開けた場所に行こう。月がしっかり見える場所だ。あっさら、目立って、ハリル・カマリ。かで、この砂浜もね、せば、砂浜いえば。アマロ。هو محدد لي تلات أماكن دي تقريبا أو مكانين. اه المكان ده غالبا لازم أعدي الناحية التانية، وده لو كنت طلعت فوقيه كان ممكن أجي من فوق مثلا، صح؟ السلم فين؟ السلم أهو. تعالى يا باشا. ماشي نجيبه تاني هنا. سلم هنا تعالى. ايوه دي بس اروح دي الاول. ممكن نطلع هنا صح؟ وبعدين نطلع بقى. ينفع نتسلق دي ولا ما ينفعش؟ ممكن دي صح؟ لا دي الاول. ايوه كده بس ساعتها بقى اعرف اروح هناك تقريبا. I think so. في نقطة اعلى نمشي بالراحة بشوية كده. لا اعتقد مفيش نقطة اعلى. صعب او صعب يمكن دي، بس دي بعيدة شوية. خلينا نجرب كده. بسرعة 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 بسرعة. الله ينور عليك، برافو يا ابني والله. ايه ده؟ اه تنشيط الاليفيتر. اوكي احنا عايزينك تاني. واضح ان كان في اليفيتر تحت وانا ما كنتش اعرف. ماشي طب وبعدين؟ اه ده بيطلع فوق صح؟ بيطلع فوق. اوكي انا فاكره بينزل تحت. عفاريت العلبة. تعالى يا باشا تعالى نجيب دي نجرب كده نجيب دي. اه ما هو كاتاسكي نايتا.
شكله تاني. تعالى يا باشا، ما جاتش فيه خالص. تعالى هنا، هو موت نفسه ولا ايه؟ تعالى انت سهل، تعالى بسرعة 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 بسرعة. أيوة خد خد كمان، عظمة عظمة. دي بتتاخد دي ولا لا؟ لا منظر بس، منظر بس. نطلع فين بقى؟ نطلع السلم كده عشان نشوف سيادة الأمر بيه. كان ممكن نشوفه من تحت عادي يعني. ついたよ。どうすればいい？さっきの装置を構えるんだ。月に向けてな。في القمر اهو. استعمل جهاز مراقبة ازاي بقى؟ المفروض هو يوديني اوتوماتيك يعني، ما اقعدش بقى ايه زوين انا. ماشي من هنا. اهو نشط يا ابني، في التنشيط ظهرت مرة واختفت. هي راحت فين تنشيط بقى؟ اهي ظهر برضه واختفت. الله كده سكيني شوجين واواصلبا كانسوكو هاجمارو هازدا اهو تنجرو كانساس يوني نيتا سوتشي او ايدو ني تسكوتتي موراتا كوتو غا ارو ناني سونو يوتو يوشي كوري دي اي سوغي ايكوزو. هو لسه في مكان تاني؟ اه ده في تلاتة. فين مكان تاني؟ عند الدارة الخضراء دي. نعم فاست ترافل ننجز. يلا طيب ونطلع فوق، فوق المبنى ده، ده عالي جدا برضه. هنطلع بإيه؟ انا عايز طائر. انت ليه جابك هنا يا ابني؟ ده على الارض ده. انا عايز فوق. طب نخش المبنى، في مدخل. طيب اوه a lady a bunch of people، مش people يعني. تعالى دي له قنابل. ضربتين مزدوجتين. يلا ازرق، يلا ازرق. هو مش مات ده؟ حلو صوت التقطيع اللي بيحصل ده يا جماعه. لازم نراقب الطريقه نطلع بيها. مين؟ قولي. اه تعال نعلم على الحاجات دي، تطلع لها في خريطه ممكن نجيبها. شكرا. انت معاكي في حاجه ممكن اديها لك صح؟ مهلا ايها الانسان، نديها الكلام ده ينفع؟ تسليم. اه وده كمان. صوتها جامد جدا. هنا في ضباب صح؟ مش هينفع.
بعيد كده، وهنا في ضباب وفي ضريح هنا كمان ممكن نروح له. في اشياء هنا، تعال وظفتك يا وزير. امك اتزعوا طيب. بسرعة بسرعة بسرعة. شكرا. تكيه ان انا ما عرفتش اقتله المرة اللي فاتت، قتلته المرة اللي فاتت بس من ظهره. ده بيطلع لي ناس. هبدا تعالوا لي كده. خد ده في تاني. خلاص انا هو بيتقسم، هو عباره عن شله كبيره يعني. دخلت قتلته مره واحده يعني افيدني بصراحه. واردة افتح. هات افتح. هات نطلع بقى. فين بقى نطلع؟ فوق منين برضو؟ ماشي. في حاجة كنت بتاخد هنا تقريبا. هدي. طب مفيش اي طائر طيب في الحتة دي؟ طائر يطلعني فوق ننجز الكلام ده. في ده. ده. بس ده مش عالي اوي يعني. دي المنطقة اللي طلعتها تقريبا وما كانش فيها حاجة صح؟ اخيرا عايزين بقى نعلم في سنتر الدايرة الخضراء. ايوه كده. في حاجات اهو ده نديهم جامد دول. دي الاسهم. اسهم حلوه. خد. انتوا مين؟ دول عساكر. انتوا اقوياء ولا ايه؟ مش قوي يعني. والله مش بتيجي ليه؟ خد. الله؟ طب هات هات هاتي هاتي. ابو كرش. بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه بقى سريع يا جماعة. موضوع السرعة ده مهم جدا بصراحة. في حد ثاني؟ دوني دول بقى. ايوه الحمد لله. قصدهم يا جماعة. يجب ان يكونوا بامان الان. شنطة حقيبة دار مصممة خصوصا لتلاميذ المدارس الابتدائية. طيب هات دي.
هدول نعدي شوية من اللي احنا خسرناه. نروح كده ولا كده؟ نروح كده. أرواح أشباح أحمدك يا رب. هات يا ابني هات. اذهبوا فأنتم طلقاء. إيه ده؟ معقولة ديد إند؟ معقولة؟ طب أنا لسه عايز أطلع فوق. ده في طائرة أهو على يميني هنا المفروض فوق. أرجوك اظهر اظهر وبلاش رخامة. فين ده؟ اهو تعال تعال يا ابن لذينة انت. ايوه وليه مش عايز يبان كده؟ ممكن ما اطلع له السلم فوق غالبا محتاج اقرب له سيكة. انت ده في روح ما خدتهاش. هيل نو. تعال تعالى يا باشا. بتظهر اول ما تظهر هنجيبك على طول. ايوه تعالى. ممكن نطلع هنا وممكن نجيب ده. ما هذا؟ هو ليه الحاجات دي ما بعرفش اخدها؟ طب ايه نطلع منين طيب؟ اقفز عليه عادي يعني؟ مش هموت؟ مش هقع؟ ها؟ طب تمام. تعالوا لي. تعال يا باشا بسرعة بسرعة. ايه ده كتير قوي. خيه عايز لونج رينج. عايز لونج رينج حاجة بتضرب بعيد. بسرعة. ايوه جيب ظهرها على طول. ايوه هي ضربتين بكيلو. طب عظيم والله. لسه في واحد تاني تقريبا. فكأن في واحد تاني بس مفيش. هات دول. لا 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 مش عايز مش عايز. شكرا. ممكن نطلع جدا بسرعة كده. ايه ده فعلا؟ اوعى بقى اضرب بقى خد بقى. خد عشان اجيب روح يعني. مرة اتنين. ايوه عظمة والله يا جماعة. بقيت سريع وجامد واقوى. ماشي يمكن من فوق خالص. think so. هنجرب كده. ايه كشك ده. ايوه لازم اعلى نقطة يعني. يلا
やって月を見ている暇もなかったな。少しは息抜きになりそうだ。エドに感謝しておけよ。ここはこれ以上何もなさそうだ。次行くぞ。طيب كان فاضلين المكان الثالث يا جماعة. مش عارف هلحق بقى في الفيديو ده ولا لأ. فين بقى المكان الثالث؟ فين؟ أها هنا. نروح فاست ترافل حتة قريبة. ده جنب الميشن جدا يعني، بس مش هروح جنب الميشن يعني. تعال نروح من هنا، وده أقرب نقطة بصراحة هي دي. يلا بينا. بوشك ولا بظهرك؟ فين بوشك؟ ما بظهرها تخيلوا؟ والله يا عسل. طيب. انت خليك باصص على العربية كده. ايوه. مويا وانا. تزاحم شيبويا. طيب دي اشهر حتة في اليابان، ميدان اليابان الشهير طوكيو ده. في العربيات تتقاطع دايما وبتعدي الشارع فيه تقريبا. طيب هنطلع هنا. هنا في ضباب حوالين المكان، نكون حذرين بقى شويه او نحرر يعني، نشوف جنبها ضريح من الاضرحه ونفكه. ممكن نطلع من هنا تاني، دي هتبقى مهمه. هنطلع منين بقى؟ الله 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 الله، موكب اخس. فكت الحلقة يا جماعة. القتال فقط. تعالوا بسرعة بسرعة. مجتش. معيش حاجة معيش حاجة. اديني بسرعة الحاجات دي وناخد السلاح التاني. المية مثلا؟ لا متهيألي ده. اجري يا ابني. بسرعة. ومين قريب ومين بعيد؟ انا مش عارف. خرابي خرابي. تعالى تعالى تعالى. يا ابن الذين. طب موت. طيب ماشي. خد عشان تموت. يا ابن الذين. كرسي. طب نعبي شويه لايف. ايوه يلا بقى. الحمد لله. لسه فيه لسه فيه والله. صدقوا ده ليفل 2. طب دي بتفكر دي مفكرش. بسرعة يا ابني مش وقته. كويس انك تستريحين. الحمد لله. برافو عليك يا مان. اوي 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 اوي. ابعد.
اتحذر 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 كتير قوي. نجري شويه نغير السلاح. طيب نجيب نجيب ده فعال شويه مع الزحمه. فاضي 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 فاضي. طب ايه شوية رياح رياح. اي تخلصوش ليه؟ عبي بسرعة عبي بسرعة بسرعة بسرعة. كمان واحد كمان واحد. طيب انا متوتر جدا يا جماعة يا اخي. بسرعة بسرعة بسرعة. اي 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 بعدين طب بعدين الصديق خلاص دول. هربي 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 هربي. شوية بدل ما احنا متنا كده تعبي شوية. لايف لايف لايف. نعبي ايه تاني؟ طب النار معايا اهي. ماشي مع بعض مع بعض. ايوه ايه ده جديد ده. ضعيف امام الحراره رحت جايز. شو انت خلاص وانت قافله بتخلص فعلا. انا بيت انا بيت على الفاضي يا ابن الذين. طيب الحمد لله يا ساتر ده حوار. هياكي ياكو. الهياكي ياكو عبارة عن أمزجة من الزوار إن واجهتها ستنتقل لبعد بديل بهزيمة جميع الزوار ستعود شيبويا مع الأرواح التي كانت محتجزة. تعالوا بقى نشوف الأرواح كده. رب يكون عدد حلو بقى. مش قوي يعني بلمهم في خمس دقايق عادي يعني. طيب دي كده يا جماعه اخره اللي بيلاقي شله ارواح في وشه. ده فوق كوبري. ها تعالى يا باشا. عايزين نروح هنا بقى. فين؟ هنا فوق المبنى. طبعا واضح ان انا اختياري كان خاطئ. لازم الف لفة تانية. ممكن نمشي من هنا مثلا. من هنا من جوه. في حاجة على الأرض. طيب سلم أهو. ندوخ بقى. بعدين بس كده حرست. لا الغباء ده
النطة الغريبة نطتها يعني مش مصدق يعني. تعالى كده وبعدين اليفيتر زي الفل. ناخد ده حاليا. تطلع يا الله. انت مكانك غريب قوي يعني ده جليتش ده ولا ايه؟ المفروض لا بيعدي هو واقف ولا بيعدي هو موطي ولا اي حاجة. ممكن من هنا مثلا لازم يعني. ده انت غريب قوي يعني. ここなら月がよく見えるな。江戸の装置を使ってみよう。江戸はいつもよくわからん調査を繰り返していた。マニ برضو انا مش مش مقتنع لازم نطلع على السطح يعني. احنا ممكن يعني كنا نعملها من على الارض عادي يعني. いいんじゃないか。よく見るとこの月ارسل الى اد بيانات التحليل القمر. فين بقى اد ده؟何かが月を不気味に見せてるんだよ。気持ちの問題だったりするのかもね。そうだな。サクラ？フィンバーラギルだ。نرسل البيانات الى اد. هنا ممكن نتفاست ترافل هنا صح؟ ممكن والله. فين؟ ده تحتية تقريبا صح؟ ده في أرواح محتجزة هنا. إزالة البلاء. فوق تحت يمين شمال فوق فوق تحت. نزل بقى تحت 50 متر. خلاص حاجة ومش بيحصل له حاجة يعني. يوشي داتا و ايدو ني اوكرو زو. ناني غا ارسل يا ابني. هستفيد ايه بالظبط؟ ايوه ارغي. ありがとう KK。おおよそ僕の想定通りだったよ。どうやら見えている月は実際のもののようだ。誤差はあったが、この程度は許容だ。よ、いや、ちょっと待てよ。この値を想定していたから想定通り並んでしまったのか。僕はこの月が現実だと思い込んでいたから現実になってしまったんじゃないか。そうか。まずこの世界は全て虚像であると想定しなければ。まあ、フィルムチャーグさ。あ、切れた。結局何が重要だったんだろう。放っておけ。あいつの中では重要だったんだろう。だ、بعد كل ده مش هفكر فيها يعني. ازاي أداة الشبح؟ أنا عندي 17 نوديهم طب الأول. あの月はどう見えるんだ？月見そばの卵ってところかな。気にしても仕方ねえよ。طيب عدنا نقطة الأصل. تعالى دول بقى من مرة كده كمان. مستوى 14 زي الفل. طبعا خدت الأرواح كلها صح؟ نوديها بالمرة برضو. نقاط الصحة بقت عندي كويسة. نحطهم كمان. ايوه طيب ايه بقى التالي؟ واضح ان مفيش سايب ميشنز تانية دلوقتي. في عندي بقى المين ميشن اللي هي هنا دي. دي اروح لها من الضريح فاست ترافل. طبعا الحاجات دي انا ممكن اعدي عليها واحدة واحدة كده مع نفسي.
برضه سيبوا لي في التعليقات يا جماعه لو حابين ان انا احطها في الفيديو اللي جاي، ونقعد نتجول في الخريطه كده ونعدي على الحته دي، لان الاماكن دي فيها كولكتبلز القطط بتعوزها، والمفروض لما اوديها القطط تديني هديه او تديني ابجريد، انا مش عارف بالظبط تديني ايه. انا عندي نقاط مهاره ممكن. ايه ده الزوم فتح والله كويس، والله ما كانش فيه زوم في الاول يعني. طب نروح على المهارات، عندي 20 ممكن ننفق حاجه منهم. الحاجات دي بتفتح لوحدها يا جماعه، ده بيعمل زياده حجم جعبه السهام، دي مسبحة التعزيز مجموعة إضافية تمكنك من التجهز بمجموعتين من مسبحة التعزيز في آن واحد لتعزيز قدرتك. قدراتك ممكن تجهز بها من القائمة المستودع. طب ودي تعزيز ساعة مواد الاستهلاكية، اوكي هي دي حلوة برضو. الطلاسم تعزيز الساعة لزيادة ساعة حمل الطلاسم ده إلى 6 في الوقت نفسه. دي متهيألي كهرباء، تبقى 6 كهرباء بس، وبيسموها الطلاسم يعني. اللي انا ما استعملتهاش ولا مره لغايه دلوقتي يعني، مع انها ممكن تنفعني مع الطالبات اللي بيجوا لي كتير دول، لو الكهرباء تدفع معاهم مش عارف. خلينا نخلص الحاجات دي الاول. دي هنقوي نسيج الميه ضربات اكتر، دي هتبقى حلوه. دي هجوم ماء مشحون تعزيز الاتساع، دي برضو حلوه. ما بحاول دايما ده ايه ده، تعزيز النطاق انفجار النار بستة امتار، ده حلو جدا ده بصراحة يعني، في الزحمة بيفيد جدا. خلينا ده اكتر حاجة بستعمله حاليا. ده بكام؟ 20. يلا اتكل على الله. في حاجة هنا ممكن اعملها؟ ماشي. anyway الدين لا راجل، هنواجهه دلوقتي. عندنا شوية حاجات هنواجهها هنا جوه في المتاهة دي. ماشي يا جماعه، انا شايف احنا كده وصلنا نهايه المقطع، وربكم استمتعتوا بالمشاهده. في شجره جوه برضه هعملها في الفيديو الجاي. طبعا سيبوا لي في التعليقات ايه انطباعاتكم عن اللعبه لغايه دلوقتي، واكمل فيها ولا لا. انا شايفها انترستنج بصراحه، ومتحمس ان انا اخلصها اشوف قصتها في الاخر توصل لايه. اللعبه بسيطه وسهله ومسليه بصراحه، ما هياش يعني اعلى حاجه في الحماس، ولكنها برضه مش ممله وفيها سسبنس وجواها حلو، وانا بحب اليابان بصراحه عموما يا جماعه، اعتراف من جوايا يعني. وكان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم ان شاء الله في فيديو اللي جاي وميشن جديده الرئيسيه بعد ما اخلص الحته دي. ومع السلامه.